أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. زي ما شفنا معاكم تاريخ سكك حديد مصر، حيث تحتفل هيئة السكك الحديدية بذكرى مرور 156 عاما على إنشاء هذه الهيئة الكبيرة والعظيمة والعريقة، التي تعتبر ثاني أقدم هيئة على مستوى العالم بعد هيئة سكك الحديد البريطانية. طبعا هذه الهيئة بتنقل زي ما احنا شفنا أكثر من مليون راكب ومواطن يوميا كل يوم في أنحاء جمهورية مصر العربية المختلفة. هذه الهيئة وهذه السكك الحديدية وتاريخ عريق وامتداد كبير على مستوى أقطار القطر المصري. للتعرف أكثر على هذه الهيئة والاستعدادات والتطوير الذي يجري على الهيئة بين حين وآخر، يشرفنا أن يكون معنا الأستاذة نجوى البير المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية. أستاذة نجوى صباح الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل العاملين في هيئة السكك الحديدية. ربنا يخليك، صباح الخير وكل مصر بخير يا رب كده. هي طبعا الهيئة بتحتفل ب 165 سنة على إنشائها. طبعا هو كان أيام الخديوي عباس باشا حاكم مصر، عمل اتفاقية عقد مع المهندس روبرت ستيفنسون، ده كان ابن مخترع القاتلة البخارية في إنجلترا. طبعا أنشأوا خط السكة الحديد في 12 يوليو 1851. ده كان تاريخ يعني امضاء العقد على انشاء الخط. يعني هو تقريبا الخط انشئ كان على مراحل. اول مرحله فيه كان لكفر الزيات، وبعد كده امتد حتى القاهره اسكندريه، وبعد كده امتد للسويس واخد بقى طريقه على وجهه. طبعا الهيئه بطول 9570 كيلو على مستوى جميع محافظات الجمهورية. فيها بتمتلك حوالي 1800 قطار عامل بيتحرك يوميا ذهابا وإيابا على خطوط السكة الحديد، وبتخدم حوالي 1.5 مليون راكب يوميا برضو على مستوى الجمهورية. تمام. طيب أستاذة نجوى، عايزين نعرف أهم أعمال التطوير التي تجريها هيئة السكك الحديدية، خصوصا أن في كثير من الأحيان تعاني هيئة السكك الحديدية وقطاراتها من مشاكل مختلفة ومتعددة ومستمرة منذ سنوات. أهم مشاريع التطوير التي تجري حاليا في هيئة السكك الحديدية. أنا بطمن حضرتك وبطمن المشاهدين أن الهيئة لأول مرة من فترة طويلة جدا بتشهد تطوير على جميع المنظومة بالكامل. ملامح هذا التطوير يا فندم؟ نعم، ملامح هذا التطوير. ملامح التطوير، احنا على مستوى الجمهورية دلوقتي في حوالي 190 محطة بيتم التحسين فيها حاليا، في 50 محطة هدم وبنى من أول وجديد. في كمان احنا المزلقانات على مستوى الجمهورية اللي هي 1332 مزلقان حاليا. برضو التطوير، يعني أنا عايزة أقول لحضرتك إن التطوير ماشي موازي لبعضه. وسطول العربيات نفسه كمان بيتم تطوير فيه. العربيات في جزء منها بيتطور في ورش الهيئة نفسها، ورش كومبرادي، وفي طبعا الهيئة العربية للتصنيع مصنع فيه. احنا دخلنا كمان 212 عربية جديدة بيدخلوا على التوالي. حاليا دخل منهم حوالي 12 قطار بيخدموا الوجهين الإبلي والبحري، ومستمرين ان شاء الله. واللي عايز اطمنه لحضرتك كل المشاهدين ان شاء الله على 2017 المواطن والراكب هيشعر بتحسن ملموس على مستوى السكه الحديد بكامل. طيب تمام. هذا التطوير اللي هيشعر به المواطن بحلول سنه 2017 في تطوير الخدمه او الخدمه ومستواها المقدم الى المواطن، هل سيصاحب هذا زيادة في أسعار التذاكر والاشتراكات؟ هو طبعا لحد دلوقتي ما فيش نية لزيادة الأسعار أو الاشتراكات. إحنا الموضوع ده طبعا مش مطروح، لكن طبعا إحنا بنطمن الناس إن حتى دلوقتي بيتمتع الركاب بالأسعار ثابتة زي ما هي. وكمان اللي عايز أطمنه لحضرتك إن إحنا حاليا
يمكن في بعض التأخيرات اللي الناس بتشتكي منها. صحيح. احنا بنطمنهم ان التأخيرات دي بسبب التجديدات اللي بتحصل في السجن. عند منطقة التجديدات بيحصل تهدية مطلوبة علشان في عمل بيقوم في المنطقة دي، فبيسبب بعض التأخيرات اللي بنعتذر عنها، وان شاء الله لمجرد الانتهاء من تجديدات السكة ان شاء الله السكة هتكون سهلة وهتكون بسلام، ونرجع تاني نظبط الساعة ان شاء الله على مواعيد الفطار. تمام. هل في فترة زمنية محددة لعودة الانضباط او ان يكون هناك انضباط في مواعيد اقلاع القطارات حتى من المحطات الرئيسية؟ في محطة مصر مثلا في رمسيس معروف ان دائما او في غالب وفي كثير من الاوقات بيحدث تأخير في الاقلاع لهذه القطارات. احيانا بيبقى للامن والسلامة احنا ما بنطلعش القطر الا لما بيتم عليه يعني تأشير من المهندسين الفنيين المشرفين على القطار بان هم يطمنوا على سلامة القطار 100%. انت عارف طبعا ان دي مسؤوليه كبيره جدا ان احنا نطمن على ركابنا، وطبعا بنتمنى السلامه لجميع شعب مصر. فده احيانا بيسبب تاخيرات بسيطه، لكن بنوعدهم ان شاء الله ان التاخيرات دي على القريب العاجل هتنتهي تماما. مستويات الخدمه المقدمه في القطارات خصوصا العاديه الثانيه والثالثه لو كانت لسه موجوده، ومستويات النظافه سواء في الحمامات وغيرها غير موجوده في هذه القطارات، هل هناك من خطة لعملية النظافة وتطوير هذا النوع من الخطوط؟ أنا بطمن حضرتك على فكرة إن إحنا لما بتكلم عن تطوير أسطول الهيئة أنا بتكلم على الأسطول بالكامل اللي هو القطارات العادية والقطارات المكيفة، ما بتكلمش على المكيفة بس، أنا بتكلم على جميع الأسطول، الأسطول بالكامل بيتطور حالياً. وعايزه اطمنك برضو ان احنا يعني في عندنا شركه النظافه، الامن والنظافه دي شركه تتبع للسكه الحديد مملوكه 100%. قايمه يعني ما شاء الله، يعني يمكن برضو لو حضرتك نزلت المحطات دلوقتي او القطارات لا شغالين شغل حلو جدا، وفعلا ومزيد ان شاء الله المواطن هيحس بمزيد من العطاء او من البذل اللي بيبذله العاملين، وان شاء الله زي ما وعدتك ان على 2017 كل ركاب هيشعروا بالتحسين على مستوى خدمه الركاب. تمام. الاستاذه نجوى البير المتحدث باسم هيئه السكك الحديديه، شكرا لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيبه وكل العاملين في هيئه سكك حديد مصر بخير وسعاده ان شاء الله. مشاهدينا فقرات هذا الصباح ما زالت مستمرة معاكم بعد الفاصل، موجز لأهم وآخر أخبار المال والأعمال مع الزميلة حنان الخولي.